سعد يا أهل السعد. سعد سعد يا أهل السعد. يا حلو اضرب فيها. سعد سعد يا أهل السعد. اللي بيحصل ده هيكون سبب كبير في وجود فتنة بين المصريين. طبعا متضايقين وهيتجننوا عشان شافوا ان ثورة سعد باشا زغلول مليانة اباطوة مسلمين وكهنة واستشيوخ. ما هي دي الصورة اللي بتجنن اعداء مصر يا سيدنا. بعد اذن قداستك كنت عايز اعرف ايه المقصود بان الخديوي توفيق يقوم بتكليف يوسف وهبي باشا بتأليف الوزارة الجديدة؟ هو مش ده برضو مطلب الثورة ان الوزارة تتغير؟ شوف يا ابونا باسيليوس، الانجليز فرضين سيطرتهم على مصر. الثورة دي قامت عشان يكون في وزارة من الشعب يرؤسها سعد باشا زغلول. لكن يوسف بيه وهبة من وزارة الانجليز، وهيكون طبعا تابع للجنة منر، ودي خدعة عملها الانجليز عشان يوقعوا بين الاقباط والمسلمين، لان يوسف بيه وهبة قبط. معنى كلام قداستك ان كده ممكن يتم اتهام الاقباط بخيانة الثورة. الامر ده خطير جدا يا سيدنا. عشان كده يا ابونا باسيليوس انا عايزك بصفتك وكيل المطرانية ابعت جواب رسمي ليوسف بيه وهبة توضح فيه ان الكنيسة غير راضية عن قبول رئاسة الوزارة، وان الاقباط هيكونوا في الصفوف الاولى ضده لو قبل رئاسة الوزارة، وان مطلبنا الوحيد هو عودة سعد باشا زغلول. حاضر يا سيد، انا حالا هبعت الجواب ده بنفسي. ربنا يحمي بلده وشعبه. امين. صلي لي يا سيد. ربنا يقويك يا حبيبي. سيدنا سعد باشا زغلول في انتظار قداستك برضه. خليه يتفضل حالا. حاضر يا سيد. اتفضل. سعد باشا نورت الكاتدرائيه. زياره جنابه غاليه قوي علينا. ليا كل الشرف ان اكون مع رجل ساند مصر بكل قوته ولم ينحني امام الكثير من التهديدات سواء ليه ولاولاده. اشكرك يا سعد باشا. اتفضل. كلنا معاك يا سعد باشا. جنابك تعبت قوي. سينسى كل هذا التعب بنجاح قضيتنا، واطلب منك الدعاء. ربنا يساعدك ويقويك ان شاء الله ببركتك. ببركه ربنا تنجح وتفوز. البلد مش هتنسى وقفتك معايا ومع الامه المصريه. دي بلدنا يا سعد باشا، واجب علينا ندافع عنها ومصلحتنا في حمايه وطننا. أشكر الله على حكمتك وتعقلك واتجاهك في الإصلاح الدايم. ربنا يرعاك يا سعد باشا. قداسة البابا، أي حاجة تعوزها أنت أو شعب الكنيسة لازم تكلمني على طول. كل اللي نعوزه إنك تغور بخير دايما يا زعيم الأمة. لولا وطنية الأقباط نتقبل دعوة الأجانب لحمايتهم، وكانوا يفوزون بالجاه والمناصب بدلاً من النفي والسجن والاعتقال، ولكنهم فضلوا أن يكونوا مصريين معذبين محرومين من المناصب والجاه والمصالح، ويساقون للضرب ويذوقون الموت والظلم على أن يكونوا محميين بأعدائهم وأعداء الوطن. عاشت مصر حرة مستقلة بأبنائها المخلصين.